تقدر المشتريات عندكم تخفيضات عرفنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد بوغيدا سليمان رئيس التعاونية الفلاحة الشرقية إنتاج اللوز بجامعة مشرق الحمادي عمل التولية الجهة الشرقية والحمد لله حنا بهذا المشاريع ديال اللوز حنا الساكنة ديالنا على من القراوي كانت تقريبا في من 90 حتى 2010 كانت الناس دارت هجرة هجرة للمدينة حيت كانوا الطقان ما عندناش والماء ما عندناش وما كانش العمل فين كيخدموا مهما جاو هاد المشاريع ديال اللوز حنا درنا الجمعيه وخذينا المشاريع ديال اللوز وغرسنا 2050 هكتار ديال اللوز للساكنه حنا كنسجلوا الساكنه وكندفعوا المشروع لوزاره الفلاحه والصيد البحري كتعطيها المقاوله كتخدم 24 شهر كيتم 24 شهر ديالها تجيب 90% كتخلصوا تمشي ويبقى اللوز ديال الفلاح ولينا رجعنا الهجره ولات الناس البلاد ديالها كانوا عندهم ديور مهدمين وكان بناو ولاو ركبوا الديور ديالهم ولاو الساكنه وحتى الشاب اللي كان عندنا قبل كان غير اللي خرج من الاعدادي ولا من الثانوي على من القراوي ما كان لا قهوه لا طريق لا فين يخدم يهز فيستا ديال الوصاك ديالو يمشي للمدينه ودابا كلشي رجعت ولات الاخر على من القراوي لازم بزاف ولا عندنا المصالح للشرب ولا عندنا الطرقان ولا عندنا الكهرباء والحمد لله التعاونيه هذه اللي حنا كنعرضوا بها دارت في 2014 وكنعرضوا المعارض الدوليين المعارض الوطنيين المعارض المحليين وتقريبا ديما كنجيو في المنتوج وعندنا اللوز جوده وبيو وكنجيو مزيان في المعرض وكناخذ الجائزه وظيفه ديال في المعرض وكنشكر في وزاره الفلاحه بزاف على هذا الدعم اللي كتعطي لعالم القراوي بالنسبه ديال غراس اللوز وبالنسبه ديال الدعم ديال كوتاكوت وبالنسبه ديال الفراجات وبالنسبه المهم حنا استفدنا بزاف وهذا الوعد ديال اللوز اللي كاينين كان عندنا بكري اللي عقلنا على الوالدين ديالنا كان عندنا زوج انواع هذا النوع هذا سميتو اللوز المر وهذا النوع راه سميتو البلدي وهذا النوع ديال البلدي كان فيه السماوات بزاف ولكن حيت بكري ما كانش القرايه وما كانش الفهمه يعني كيقولوا غير اللوز اللوز هو راه ماشي اللوز اللوز راه عنده السماوات ديالو ولكن في هذا الوقت هذه راه كاين زيد من 300 نوع ديال اللوز في العالم حنايا المغرب عندنا حنا كنغرسوا هذا النوع هذو كنغرسوا ماركونا الفورنات كنغرسوا ماركونا الفورنات بوشويكا بوشرطة فيرانياس فيراديال الطيونو تكساس ديسمايو ودابا ولينا كنغرسوا هاد 14 نوع كاين ثلاثة نوع ما جبناهمش هنا حنا عرضنا هنا 11 نوع وباقيين ثلاثة ما جبناهمش واحد سميتو لورينا واحد سميتو السوليطا وواحد سميتو لازابيليني هاد ثلاثة ما جبناهمش هادو اللي خرجوا عاوتاني في الأول كان مول البلدي خرج عندنا كيغرسوا ماركونا والفورنات وفي الأخير بعد داك الشيء عاوتاني خرج هاد النوع ديال الجودة ديال فيرانياس فيرا ديال هو هذا وهذا ومع الطيور ودابا خرجوا هالاشكال اللي قلت لك والحمد لله وكنشكر الجميع وبالنسبه ديال هذا الزيت هذه كنديروا به الزيت باللمس والزيت الا كنا درنا بهذا النوع ديال فيرانا سفيرا ديال 2 كيلو و500 كيلو 600 كتعطينا يطرو ديال الزيت يطرو ديال الزيت ديال اللوز كيدير 600 درهم اللوز هو كيدير 100 درهم 2 كيلو 200 درهم ولكن كنا درنا الزيت كتعطينا 600 درهم ولا مربح بزاف ولا كنديرو بها عملو ونديرو بها الصابون الزبدي ونديرو بها واحد الصابون ديال الزيت ونديرو واحد المومونه ديال الحليب ولا الاصطناعي بزاف وبزاف مع الدولة ديالنا عطاونا واحد الوحدات ديال 250 مليون وبناونا ليها وعطاونا ديال الكاطو وديال املو وديال الزيت وديال التهرس ديال الكهرس واللوز وشكرا التحية إليك الله يحفظك.